طالب حيدر الحمداني بتصوير هذا الجسر. الله شاهد مدرسة الطلاب، يعني يومية واقع طفل، وهاي احنا واقفين هنا الصبح الساعة 6 الصبح والظهر الساعة لحد الوحدة نعبر بيهم. الله شاهد. ثانيا عندنا مستوصف، ثانيا بوري مال ماي هذا، الله شاهد على البوري مال ماي. شوف صاير بالبوري، نناشد الاخ حيدر الحمداني. باعون لها الاطفال، ما اريدهم يباعون لنا بعد. شوف الحديده شلون هاي يعني منتهيه، يعني والله العظيم منتهيه.